جمهور نادي الزمالك في مباراة أبو سليم قالت إن رافضة فكرة إنه ما يتمش رفع إيقاف القيد في يديه بهتافات وبشكل واضح. موقف مجلس إدارة نادي الزمالك الآن فيما يخص قضية رفع إيقاف القيد. طيب قبل الماتش كمان يا كريم الأسبوع اللي فات لما كنا مع بعض قلت لك في القصة دي إيه؟ مفيش بديل غير إن هم هيعملوا كده. الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك واخدين القرار من بدري من أول يوم إن يا جماعة هنفك القيد هنفك القيد. بأي وسيلة وبأي طريقة حتى لو على حساب بنود تانية. اللي أخر الموضوع شوية يا كريم أكتر من حاجة أبرزها عشان برضو الناس بتقول الصندوق وفين الصندوق اللي كان بيتكلموا فيه. الناس ما تعرفش إن الصندوق ده من قبل الانتخابات اتاخد منه 800,000 دولار عشان يتسدد منه مستحقات الأربع لعيبة اللي هم سامسون ونضاي والمسلوسي وسيف البزير. كان وقتها بالظبط كده هيقدموا شكاوى فالمجلس ما كانش لسه هيلحق يجي أو يتولى المهمة بشكل رسمي في الانتخابات. فمن قبل الانتخابات لجأوا للصندوق خدوا من الصندوق 800,000 دولار. الصندوق اللي كان مخصص لأزمة معينة وهي فك القيد اتخذ منه 800,000 دولار. وبعد الانتخابات لجأت إن أنت تاخد منه 250,000 دولار عشان تخلص أسوريو والمساعد بتاعه. الراجل كان ليه شرط جزائي ومساعدات متأخرة. فأنت بتتكلم إن أنت خدت من الصندوق وسددت خلال شهر 1,050,000 دولار فرقم كبير. لكن الإدارة بتتحرك بتتحرك. اتبعت خطاب رسمي لسبورتنج لشبونة حتى الآن ما اترفضش. وديك مفاجأة الزمالك مش طالب تقسيط في الخطاب أصلا. دي مفاجأة يعني الناس ما تعرفهاش. هيدفع كاش هيدفع كله يعني ده هيبقى وفقا في مفاجأة في الخطاب بس خلينا نقولها لوقتها احتراما للمصادر يعني. الناس قالت الزمالك طالب في الخطاب قسط على دفعتين وثلاث دفعات. الزمالك مش طالب قسط. الزمالك بعت الخطاب لسبورتنج لشبونه يا جماعه احنا اداره جديده وعايزين نتفاوض معاكم في القصه دي عشان نحلها. اللي اخر قصه ايه؟ ان في مسؤول هناك او اللي هو صاحب القرار في النادي البرتغالي كان مسافر بره البرتغال. فالناس في النادي منتظرين عودته ومجرد ما يرجع هيرد على إدارة نادي الزمالك. أيا كان القرار أو أيا كان الرد نادي الزمالك ما قدموش بديل غير إن هو يفك القيد. وهيفك القيد بدليل إن الزمالك بيتحرك أصلا أوريدي في صفقات بالتوازي كده مع قصة القيد. هل الصفقات هل في الخطاب ده ممكن الزمالك يعرض أحد اللاعبين في الفريق لسبورتنج لشبونة لاعبين مهمين؟ ما اعتقدش. ما عنديش معلومه. بس ما اعتقدش يعني. ما اعتقدش. لا دي فكره جت لي والاقتراح مش معلومه بس يعني برضو من ضمن الحلول ان ممكن حد يسافر للنادي يتكلم دايركت وش في وش كابداء لحسن النيه ان احنا عندنا نيه ان احنا نحل معاك. طيب. وادي مسؤول. لو انت رفعت القيد في يناير هل الزمالك حاطط عينه على اللاعبين؟ هل اتفق مع لاعبين بشكل مبدئي مع انديه بشكل مبدئي ولا بص الصفقه الابرز اللي عليها خناقه والزمالك رافع فيها شعار لا تراجع ولا استسلام عمر كمال عبد الواحد؟ لا عمر اللي خلص مع الاهلي بين قوسين يعني خلص مع الاهلي ماشي في كلام والاهلي ضاغط في الصفقه بقوه والزمالك بيقول لك بس حكيم مش هيمشي بظهري في القصه دي انا عارف تمام. بس انا بقول لك ان عمر قعد مع احد مسؤولي النادي الاهلي وكان في احد مسؤولي مودرن فيوتشرز وخلصوا كل حاجه. عايز اقول لك على حاجه الاهلي الزمالك بيراميدز الثلاثه بيقاتلوا على صفقه عمر كمال تمام. والعمر ووكيل عمر وفيوتشر شغالين على ان هم يوصلوا بافضل ديل في الموضوع تمام. عمر مشكلته مع الزمالك حاجه واحده ان هو منتظر قصه القيد ما هو مش عايز يرجع نفس القصه اللي حصلت قبل كده صح. لما مضى مع اللجنه وقتها برئاسه الكابتن حسين لبيب والزمالك ما قدرش يقيده واضطر اللاعب. طب والكلام ان عمر كمان رغبته الاهلي دي كلام مظبوط ولا مش مظبوط؟ يعني اللاعب شايف بص يا كريم اي لعيب في مصر هتيجي دلوقتي تكلمه في تفاوض وتقول له اهلي ولا زمالك هيقول لك اهلي لاسباب كتير. الزمالك عنده مشكله في القيد عنده مشكله في المستحقات بالنسبه للعيبه عنده ازمه ماديه كبيره والكل يعلم بيها تذبذب المستوى ففي ازمات كتير بيحاولوا يقنعوا بيها اي لعيب بيتفاوضوا معاه. فقصه القيد تحديدا هي مشكله عمر مع نادي الزمالك ونادي الزمالك بيحاول يقول له عمر ما تقلقش واحنا هنحلها والماديات مش خلاف قوي ما بين الزمالك وعمر. فانت شايف ان عمر اكتر واحد الزمالك عايزه في يناير؟ بص اكتر واحد الزمالك عايزه طبعا وبيحاولوا فيه رغم المنافسه والضغوط من النادي الاهلي يعني لكن في منافسه شديده في قصه عمر هو الصفقه اللي الزمالك بيتحرك. مروان حمدي ممكن يجي الزمالك؟ بص مروان عنده عروض كتير اتقال برضو الاهلي اللي انا عارفه ان الاهلي والزمالك مش يعني جادين قوي في التفاوض والاهلي تحديدا مش جاد قوي في التفاوض على مروان. الزمالك ممكن شويه لكن اللاعب مش حابب انه يرجع تاني الزمالك.
العروض بقى اللي بعد كده من الدوري بقى، عندك زد، عندك البنك، عندك سيراميكا كليوباترا. سموحة وسيراميكا، يعني ممكن تكون وجهة اللعب النادي من دول يعني.